بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. مشاهدين الأعزاء، أرحب بكم بقناة على اليوتيوب GIS4WE. في هذه القناة سيتم التعلم على برامج الـ ArcGIS بثلاث مراحل. أول مرحلة مستوى مبتدئ بالـ ArcGIS، المرحلة الثانية مستوى متوسط بالـ ArcGIS، المرحلة الثالثة مستوى متقدم بالـ ArcGIS. بداية الشرح يكون عمل أكثر من ما هو نظري، يعني راح أحكي نظري بس شغلات بسيطة. لذلك يفضل قبل التعلم يكون عندك أو عندك معرفة نظرية بالأرك جي اس. واللي حاب أحكيه كتعريف شخصي للأرك جي اس، هو برنامج لجمع وحفظ وتخزين البيانات والظواهر الجغرافية على شكل قاعدة بيانات جغرافية جيو داتابيس، وإجراء التحليل المكانية والوصفية لها، وإخراج الخرائط لمساعدة أصحاب القرار باتخاذ قراراتهم بوقت وجهد أقل لتطوير الهدف من استخدام الـ ArcGIS. ومن أهم الأهداف هي إنشاء قاعدة بيانات جغرافية، وهذا اللي راح نوصل له. هلا راح أشرح عن الثلاث مراحل باختصار. أول مرحلة راح يتم فيها شرح واجهة الـ ArcMap، بالإضافة إلى هيك راح يكون عندنا بلد، عندنا صور لمخططات الأحواض، راح نعملهم إرجاع جغرافي جيو ريفرنسينج، وبعدها نطبق هذه المخططات بواسطة برنامج الـ Global Mapper. بعدها بننشئ جي داتابيس وفيتشر داتا سيت واللايرز والفيلدز اللي بنحتاجهم. وبعد عملية الإرجاع الجغرافي وعملية الديجيتايزنج بنعمل توبولوجي بين القطع والأحواض، وبالإضافة لذلك بنتطرق لعدد معين من أدوات الأرك تول بوكس، وهيك بنخلص من أول مرحلة وبنصير مبتدئين بالأرك جي اس. أما المرحلة الثانية بنكمل على جي داتابيس اللي بلشنا منها المرحلة الأولى، لكن هون راح نستخدم أكثر عدد ممكن من أدوات الأرك تول بوكس. يعني عندنا مثلا صندوق الأدوات الأرك تول بوكس، راح نتطرق لجميع هدول الأدوات. لذلك راح كل درس يضم عدد من الأدوات اللي راح يتم شرحها وتفسيرها إن شاء الله. أما المرحلة الثالثة تصبح بمستوى متقدم بالأر جي اس، راح يكون فيها تطبيقات أكثر، خاصة المتخصصين بنظم المعلومات الجغرافية والدارسين الجغرافيا وهندسة المساحة والمساحين. ومن هذه التطبيقات إنشاء توبولوجي بشكل أوسع من المرحلة الأولى، والموديل بيلدر والنتورك داتا سيت والبارسل فابريك وغيرها الكثير من التطبيقات. نهاية مقدمة تعلم ArcGIS بثلاث مراحل، بتمنى أنكم أخذتوا فكرة عن الدورة. لا تنسى تعمل سبسكرايب لمتابعة القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولايك وشير الفيديو لتفيد أي شخص حاب يتعلم على ArcGIS. رابط القناة على الفيسبوك بأسفل المقطع تجدوه، وشكرا للمشاهدة والسلام عليكم.